وصلنا زينب لشغلة هيك شائعة كتير بين العالم. أنا ممكن أوصف لك الأدوات، تروحي على الصيدلية لحالك بعده تاخدي تماما بلا استشارة الطبيب، وأنا نفس الشيء. رفيقتي عم تاخد دواء كتير استفدت عليه، خدي منه. فكمان نوقع بهيدي أو بضيفيني حبة أو شيء. تماما هيك صايرة 100%. فنحن اليوم بفقرتنا رح نتعرف مين هدول الأشخاص يلي بيلجأوا لتناول الأدوية بطريقة عشوائية بناء على نصيحة أحد الأصدقاء أو ممكن الجيران أو ممكن الأقارب دون الانتباه إذا هذا الدواء بيناسبهم أو لا. لنحكي عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بالصيدلانية افتكار شلالو. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي مثل ما كنا بالمقدمة انه دائما في لغط بنوع الأدوية عن بعض الأشخاص، بيسمعوا من الحواليهم ما بيروحوا على الصيدلاني أو على الطبيب المختص وبياخذوا وصفة نظامية لحالتهم، لا، إنه والله فادني دواء وجع الرأس ولا فادني دواء الشقيقة، فبياخذوا منهم قيل عن قال. قد إيه أنتم كل يوم كصيادلة عم تواجهوا هي المشكلة مع الناس، وخاصة إنه في جهل بالوصفة الموجودة وأعراض الاستعمال وكمان الاختلاطات الدوائية اللي بتكون موجودة فيها؟ تمام. هلا بشكل عام بالفعل الاستخدام العشوائي للادويه بيعتبر من الامور الشائعه بشكل كثير كبير، نحن يوميا عشرات المرات بنشوفها. هلا هاي الحاله انا فيني اسميها بالوصفه الطبيه المنقوله قيل عن قال، او حتى الوصفه الطبيه اللي وصف لي اياها الطبيب رحت اعطيتها لزميلي او لصديقي انه انا استفدت على هذا الدواء، ما في داعي تروح على الطبيب او شيء او هيك. فهون كثير احنا رح نقع بمشاكل كارثيه سواء للشخص يلي استخدم الدواء او حتى للشخص يلي تحمل ذنب هذا الشخص اللي راح يصير في عنده مشاكل. نعم تماما. يعني افتكار ايضا دائما يمكن من المشاكل هلا حكيت عنها زينب انه بتواجهوا انتم كصيادله، شو اكثر الادويه اللي بتحسيها انه بيجوا بياخذوها العالم بطريقه يعني ممكن يفوت على الصيدليه لعندك شخص بعده دغري يفوت وشخص ثاني ياخذ نفس الدواء؟ يعني مثلا شو اكثر الادويه هل هي المسكنات او هل هي اللي تبع المعده؟ اي اكثر الادويه اللي كثير عم تناولوها؟ هلا بشكل عام المضادات الحيويه، المضادات الحيويه تعتبر فينا نقول خطا شائع كثير عند الناس كمضاد حيوي. اول شيء بسموه مضاد التهاب، الاسم غلط تماما، هو الاسم مضاد حيوي انتيبيوتيك. كثير من العالم بتفكر مجرد انا رشحت جربت صار معي اعراض صداع حتى الم ظهر انه بيقولوا لك انه اعطيني مضاد حيوي او اعطوني مضاد، اللي هو اسم غلط مثل ما قلنا بين قوسين، هو اسمه مضاد حيوي او انتيبيوتيك. فمجرد نحن اخذنا المضاد الحيوي بنعتبر حالنا خلص ارتحنا، والناحيه هي تعتبر ناحيه نفسيه على فكره، انه خلص انا اخذت مضاد حيوي معناتها انا ارتحت. الفكره هون المضادات الحيويه يعتبر الى استخدام عشوائي بشكل كثير كبير. الزمره الثانيه هي مسكنات الالم. بشكل اساسي مضادات الالتهاب غير استرويديه مثل الديكلوفيناك، البروفين، النيسيدول، اي شيء هي الزمره تماما. كمان في عندنا صنف اللي هو الباراسيتامول. الباراسيتامول يعتبر من الأدوية الآمنة، بس على الرغم من هيك ما هو الدواء الآمن بشكل كامل. ما في دواء يعتبر آمن، اي دواء يعتبر في له سيد افكت. مثلا الباراسيتامول الاستخدام العشوائي طبعا هي التركيبات الدوائيه انت اللي حضرتك عم تنوهي عنها 100%. تمام. الباراسيتامول كماده الاسيت امينوفين تعتبر من المواد اللي استخدمناها بشكل عشوائي بشكل كثير كبير، نحن فينا نقول انه بيستخدموها العالم مثل البذر، انه موجود لازم يكون بشنطاية الباراسيتامول. بيعمل تنخر كبدي اذا استخدمناه بشكل عشوائي. صحيح. فالفكره هي على بنحكي على مجرد السيتامول اللي يعتبر ابسط ماده العالم تعتبرها امنه. الديكلوفيناك مثلا من الادويه اللي تعتبر كثير شائع استخدامها سواء كمسكن لالام الظهر، لحالات التهابات الاسنان. التهابات الاسنان بياخذوها كمسكن الم، بالاضافه انه ما بينتبهوا للناحيه الاساسيه العلاجيه، انه لازم زور طبيب الاسنان واعرف شو هي المشكله الاساسيه. الفكره انه الديكلوفيناك مثلا انا في عندي مضادات استطباب له، مرضى الربو، مرضى الضغط، فاكيد لازم انه انا ما اخذ الادويه بشكل عشوائي، لازم يكون مرجعي الاساسي هو الطبيب الصيدلي بهيك حالي. نعم. طب خبرينا اليوم كمان بسبب انه نحن كثير كمان بنسمع قيل عن قال، الفيتامين كمان بناخده بدون الرجوع لتحاليل او طبيب مختص. اليوم مثلا الكلس بس يحس الواحد حاله انكسر ظفره بياخذ كلس مثلا. تمام. او بياخذ فيتامين ثاني ليزيد مناعته او شيء. قد ايه اليوم ممكن يكون اخذ الفيتامينات بافراط عم ينعكس سلبا على الاجسام؟
تمام. هلا بشكل عام مشكله استخدام السبلمنت بشكل الفيتامينات والمكملات الغذائيه بشكل عشوائي تعتبر بالفعل من المشاكل الشائعه كثير. النقطه الاساسيه انه اكثر الاشخاص بيجي لعنا انه انا ظفري مكسور، عم بهير شعري، انه فيني استخدم حديد، فيني استخدم الفيتامين الفلاني او هيك. ايه ممكن انا يكون عندي نقص، ممكن انه يكون عندي مشكله معينه، بس هذا الشيء انا ما بحدده عن طريق الاعراض اللي ظاهره مباشره، انا لازم انه اعمل تحليل، لازم اعرف شو هو السبب الاساسي. بالنهايه كمان استخدام زايد للفيتامين مفرط في له كمان مضاعفات، يعني مثلا على سبيل المثال فينا نحكي الكالسيوم، بنستخدم الكالسيوم بشكل كثير كبير، اول شيء عندنا مشكله هي مشكله الكلاوي، حصيات كلويه. النقطه الثانيه انه ممكن يصير في عندنا اختلاجات دماغيه، ممكن يصير في عندنا وزنات دماغيه صحيح. بالاستخدام العشوائي بشكل كثير كبير، فنحن ما لنا مضطرين لهذا الاستخدام، ممكن عن طريق الاغذيه نحن ناخذ الفائده العلاجيه اللي نحن بحاجتها. لما بيكون في عندي نقص ناتج عن طريق التحليل وعن طريق التشخيص عند الطبيب، انا ممكن اني اعطي السبلمنت والمكملات الغذائيه، غير هيك انا ما بنصح صراحه فيها. تماما، يعني يمكن افتكار الفيتامينات الزايده مثل النقص اكيد هيك بنعتبرها. فينا نحكي عن الفيتامين د مثلا، الفيتامين د من الفيتامينات اللي هلا يعتبر ثوره، كل الاشخاص بيستخدموه، بيجوا لعندي على الصيدليه انه بدي فيتامين د، في عندي 10,000 بياخذوا، هن بيحددوا العيال اللي بدهم اياه، بيحددوا العيار اللي بدهم اياه، انه حتى لو كان العيار الاول بالعكس افضل لي، اعطيني الافضل، مع انه هذا الشيء رح يسبب مشاكل للكلاوي اذا اخذته بشكل كثير كبير. انا في عندي نسبه معينه، في رانج معين لازم امشي على اساسه، اذا كانت عندنا نسبه الفيتامين د اقل من هذا الرانج انا ببلش بالعلاج الدوائي، ما كانت عندي النسبه نازله لا انا مجرد الاغذيه بتكفيني بهي الناحيه، فماني مضطره. الشمس اهم شيء، الشمس يتعرضوا للشمس تماما، هي اهم شيء، ولو ربع ساعه باليوم تعرض ربع ساعة كافي. تمام. طيب كمان المسكنات اللي عم ياخذوها العالم بس يقربوا او يعطسوا او المسكنات القوية وخاصة الالتهاب بين قوسين عم ياخذوها بشكل عشوائي، في منها لها أضرار سلبية جدا على الأجسام، في بعض الأجسام ما عم تتحملها، عم تسوي لها كان جلطات عم تأدي أحيانا. تمام. فخبرينا عنها كمان قد ايه خطيرة هي القصة. تمام. هلا بشكل أساسي فينا نقول مادة ديكلوفيناك هي من المواد الدوائية اللي لها تأثيرات جانبية ولها استخدامات، مثل ما قلنا من شوي إنه في لها مضادات استطباب. انا بدي اخذ الديكلوفيناك عن طريق جاري، صديقي، اي حدا قال لي خذ هالحبه ووجع بخفف لك وجع راسك، بخفف لك الوجع اللي عم تحس فيه، وانا كثير استفدت على هذا الدواء. هون ممكن ضره لهذا الشخص، مريض عنده ارتفاع ضغط دموي واخذ الديكلوفيناك ممكن يصير عنده ارتفاع توتر شرياني، ممكن يصير في عنده جلطات دمويه. مريض القرحه الهضميه انا اعطيته الديكلوفيناك ممكن يصير عنده مشاكل كقرحه هضميه او انه تتفاقم حاله القرحه الهضميه عنده. نعم. فبشكل عام بالنهايه كمان فينا نرجع نقول انه الديكلوفيناك ماده دوائيه لها استخدامات معينه، مو معناتها نحن عم نحظر هاي الماده، لها استخدامات معينه والى مضادات استطباب، فما رح ناخذ بشكل عشوائي. تماما. يمكن ايضا في حمله قامت فيها وزاره الصحه من فتره انه ما بيقدروا يشتروا الدواء الا بوصفه مختومه وخاصه المهدئات، بنشوف كثير عالم بتجي لعندكم، كمان انتم حمل كبير عليكم، انه في شخص متعود على مهدئ بده ياخذه لكزوتان غيره، ما رح نذكر اسماء تجاريه، مهدئات بشكل عام. قديش مهم ايضا تكون في وصفه طبيه مدروسه لسلامه الشخص يلي عم ياخذ هدول الاشياء يعني. تمام. هلا الفكره من ناحيه مسكنات الالم المركزيه، عملت عمل جراحي، الطبيب وصف لي مسكن الم مركزي، حسيت حالي ارتحت عليه مره مرتين، بصير لحالي بدي اروح اخذ الظرف واشتري هذا الظرف من الصيدليه. لما ناخذ نحن شيء اسمه مسكن الم مركزي فهذا رح ياثر تاثيرات عصبيه او حتى فينا نقول ادمان على الاستخدام المتكرر. في نقطه بالنسبه لمسكنات الالم، عتبه الالم، نحن بنوصل لعتبه الم معينه، فانا تجاوزت هاي العتبه ما عاد استفيد على مسكن الالم، عدا انه التحمل، التعود، في عندي نقطه الانسحاب من الدواء، فانا هون وصلت لمشاكل يعني صعب اني صحيح. اتخطاها، لازم انسحب من الدواء بشكل تدريجي صح. فنحن هاي المشاكل اللي بنوقع فيها، فبفضل انه لا خلينا نحن ضمن رانج المريض ما عنه حسب الدواء المتوفر. بشكل عام انه كادويه ضمن وصفات طبيه اكيد انا ما لازم انه اعطيها غير ضمن وصفه نظاميه، وصفه نظاميه مختومه من قبل الطبيب، الحاله معروفه، اسم المريض معروف، الهويه تماما بشكل كامل، المعلومات لازم تكون موثقه. نعم. نصائح اخيره بتحبي توجهيها لكل اللي عم بيتابعنا بما يخص تعاطي الادويه بشكل عشوائي؟ تمام.
هلا اول شيء رجاء كثير كبير للعالم انه لا تتناقلوا الوصفه الطبيه بيناتكم، لا تعيدوا وصفه طبيه اعطاكم اياها الطبيب سابقا لحاله مرضيه ورجعت معكم هاي الحاله، ممكن الحاله انه في اعراض مختلفه حتى لو كانت الاعراض متشابهه بس في عندنا امور مختلفه. النقطه انه لا تاخذوا دواء من حدا ثاني، ضلوا حذرين بادويتكم، الادويه هي مواد كيميائيه بالنهايه، انا عم فوت شيء غلط على جسمي اذا ما كانت بحاجته. اهم شيء خلوا الطبيب والصيدلي هو مصدر معلوماتكم بشكل اساسي، الدواء هو اختصاص الطبيب والصيدلي، فما في داعي للاجتهادات. الله يحمي الجميع. اكيد صحيح. يعني مع هالمعلومات افتكار دكتوره ابتكار بنكون هيك ان شاء الله يا رب هيك قدرنا نوصل المعلومه لنا وللمشاهدين. كثير بنوقع باخطاء شائعه وخاصه بس الواحد يحس بالالم ما بقى بده اي شيء مسكن ياخذه، احيانا ما بيسال عنه وما بيقدر العواقب يلي ممكن تصيبه. بنتشكر وجودك معنا ونورتي صباحنا. تسلمي يا رب، صباح الخير لكم. نورتوا.